لتعليق أكثر حول الوضع المائي في العراق وإنذارات من جهات دولية لقطاع الغذاء نتيجة أزمة المياه، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، بداية مرحبا بك. الأمم المتحدة تحذر من أزمة مياه كبيرة من شأنها التأثير سلبا على حياة العراقيين، ما الأسباب الرئيسة التي أوصلت العراق إلى حد الفقر المائي؟ شكرا جزيلا عزيزي. بالحقيقة الأمم المتحدة من 2010 كانت تحذر من خطورة نقص المياه في العراق، ففي تقرير لها صدر سنة 2010 يقول لو نفذت تركيا وإيران وسوريا جميع المشاريع الإروائية والسدود لديها سوف لن تصل أي قطرة مياه إلى العراق سنة 2050. بالنسبة إلى نوعية المياه، أيضا الأمم المتحدة في تقرير لها سابق سنة 2016 تقول حاليا نوعية المياه رديئة في العراق وستزداد رداءة مع تقدم الزمن. السبب الرئيسي أولا هو بناء السدود والمشاريع الروائية في تركيا وإيران، علما بأنه مياه الري الراجعة اللي تكون محملة بالأملاح والأسمدة المستخدمة ترجع إلى نهر دجلة والفرات، وهذه تجي علينا. يعني أصلا نهر الفرات من زمان المياه الداخلة على الحدود العراقية السورية هي لا تصلح للاستعمار، وتوصل للناصرية بحدود 2000 جزء بالمليون الأملاح الموجودة بها. نهر دجلة أقل، لكن أيضا الملوحة عالية من يوصل إلى العمارة خاصة. نسب الملوحة دكتور نظير من الأسباب الرئيسة لأزمة المياه في العراق مثل ما تفضلتم، إلى أي مدى أو إلى أي حد يتسبب إغلاق إيران لنهر الكارون في هذه الظاهرة؟ كنت أرتجي أقول شط العرب نص تصاريفه هي من نهر الكارون. طبعا إيران من سدت كافة المياه وحولتها داخل إيران، يعني نقص تصريف شط العرب إلى النص. هذا يعني الانعكاس مالته شنو هو؟ أنه مياه البحر بدأت تدخل أكثر أثناء المد وتوصل الى هار الحمار. فانت يعني تصور انه مياه البحر وصلت لهار الحمار، فيعني مياه شط العرب كلها صارت غير صالحه للاستخدام. بعدين المعلومات اللي عندنا انه مو بس حولوا نهر الكارون مياه الى داخل ايران، وانما مياه العائده من المشاريع الاروائيه اللي تكون مالحه جدا والمياه العادمه حتى يتخلصون منها صاروا ايش يصرفوها بمجرى نهر الكارون وتجي الى شط العرب. فانت هذه تصور القضيه بهالشكل، وكيف زادت الملوحه بشكل كبير جدا في شط العرب بحيث اصبح مياه شط العرب غير قابله لاي استهلاك لا بشري ولا زراعي ولا صناعي. هذا من حيث الملوحه دكتور نظير، ماذا عن يعني الفساد الحكومي أو العجز الحكومي أو الإهمال أو عدم العمل عدم الاجتهاد؟ يعني هناك أموال تخصص لميزانية لوزارات، هناك من أموال العراقيين، ولكن لا يوجد عمل على أرض الواقع. يعني انتشار مثلا على سبيل المثال انتشار زهرة النيل على ضفاف دجلة والفرات يهدد ما تبقى من النظام البيئي والزراعي. يعني من المعلوم كما تعرف دكتور خطورة زهرة النيل على مناسيب المياه مثل ما يتحدث أيضا المتخصصون. لكن السؤال دكتور نظير، يعني هل ترى الجهود الحكومية لمكافحتها بالمستوى المطلوب أو المستوى المقبول؟ والله بصراحة ولو الكلام مؤلم ومزعج جدا، اللي استلم ملف المياه إلى حد كم شهر ومسؤول عنها لا يفقه أي شيء في هذا المجال. فأنت من تجيب واحد جاهل يجي يشتغل شغلة فنية زين ما له علاقة بها، ايش تتوقع منه؟ فلجأوا المسؤولين عن ملف المياه
الى الدعايه الكاذبه والتطبيل والتزمير، زين، وما عندهم اي معلومه عن ما يجري في البلد وما يعاني المزارع والمواطن. فصارت تراكم من المشاكل المتراكمه الى ان وصلنا الى هذه المرحله الرديئه جدا مع الاسف. ف وماكو اخلاص وفساد مثل ما تفضلت، وهذا مو انا بس وانت تقوله، هاي منظمات دوليه مثبته هذا الشيء مع الاسف. فنحتاج هسه الى كادر وطني فاهم مخلص نزيه يقود العمليه. احنا اذا عندنا هيجي كادر ممكن ان يضع خطه تتناسب والوضع الحالي ويتجاوز البلد هذه المشاكل. اما اذا يوميا جايبين واحد لا علم ولا فهم في الموضوع، فلا تتوقع انه شيء راح يتحسن. وهذا اللي نشوفه انه دا يتردى. هسه وزير الموارد المائيه الحالي هو من مهندسي السدود بالوزاره، يعني الرجل صار له فتره، فنتامل انه يقوم بشيء مفيد. هذا رجائنا. اللي قبله بالله ما نحكي عليهم، راحوا وخلصت وندري ايش سووا. نعم شكرا لك. شنو الفساد اللي صار بالوزاره؟ بس ان شاء الله هذا الوزير الجديد ينظف الوزاره من الفاسدين ويلتفت الى مصلحه البلد. شكرا لك دكتور من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه دكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لك.